بسم الله وتوكلنا على الله، بنروح صوب المطار صوب الديار الجنوبية اللي نحبها ونحب أهلها. اللهم إني استودعتك منزلي يا كريم. الله يسامحكم يا شيخ، عندي ساكنين جيران جدد ومعهم كلب وانا كل ما اطلع بصلي ولا بروح لمشوار اكون ساهي افكر، وكل ما نبح بغقت ارتعت. احاول اتدبر ايش في الاخو هذا شاد. تسمعون نبح يا جماعه؟ انا سامح ترمون اكياس الزباله قدام باب البيت، بس فكنا من هالكلب. ايش في شاد هالديف ذا مشخص؟ الساعه 3 اي مهم، الساعه 2 يا طيب، قدمتها ساعه ما اذهن والله من ما في كويس. يلا انت جايك بلع على الشاهي؟ يا ولد انا ترى يكيفني الشاهي يا غازي، الشاهي ترى مثل الرجال الطيب اللي لا احتجت لقيت، اما القهوة مثل الرجال الطيب الغثيث اللي يضربك بالقيلون. تجهين على الله صوب الديار الجنوبية ان شاء الله. شيب عندنا ان شاء الله بكره، عندنا بكره ان شاء الله جامعة يحبها قلبكم، وبعد بكرة عندنا إن شاء الله افتتاح أحد فروع دخون الإماراتية عند أهل الجنوب في خميس مشيط. رتويت الغازي. الله يحييكم يا أهل الجنوب، تحية المطر، خلونا نشوفكم ونسلم عليكم. شفطك والله اللي ما ياوي لك، استغفر الله. ليش يا بربية؟ لا تقوم تشفط هالشاهية. طبعا نروح خط بربية. أبو غازي والله إن الخط يزودك ما ينقصك، ومعرفة ديرة ومعرفة رجال، وأنا والله انك مفتاق مالك غير ولدي معك بلا على السيارات مالك ولا ما همك عرفت الرجال يا مخلد. لا قلت العزيمه سحبت عليها، قلت من هو الشاب ملعون السيد. يا غازي ما بلها الدرجه، بس بعض الرسميات ترى ما ودك تحضرها يا الوحي. واسمع وش اكفر اكفل السناب اطيب لي. اسمع لا تكفل ها وش تبي الحين؟ طبعا الحين بطاحي من فين تقاعد.